حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر. درست الحكومة المصرية عددا من الحزم التحفيزية المتكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج. وأكد وزير المالية محمد معيط أن خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساهم في تحفيز التصنيع المحلي. ولعب إلغاء المعاملات التفضيلية والجمركية لجهات أو شركات الدولة دورا كبيرا وهاما في تعزيز التنافسية بالسوق المصرية والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. كما أكد وزير المالية أن مصر تعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار. ووثيقة السياسات الضريبية التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال 6 أعوام المقبلة واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية. أما عن الخبر الثاني فقد تابع دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف التنسيقات التي تجري مع شركات القطاع الخاص لتشجيعها على التواجد في مصر والمشاركة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تشجيع القطاع الخاص المحلي والعالمي على المشاركة في تنفيذ استراتيجيات وخطط الوزارة. ووجه الوزير بضرورة العمل على تذليل مختلف العقبات التي تواجه تلك الشركات بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية. شهد القطاع الاقتصادي في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية في مختلف القطاعات والتي شكلت عصب التنمية في الاقتصاد المصري، حيث حقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية كبيرة حققها خلال 8 سنوات الماضية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014. وبدأ ذلك واضحا في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوي للاقتصاد رغم الصعوبات التي واجهها، خاصة في ظل تداعيات كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. ووفق بيانات حكومية، دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، خطط الحكومة في التنمية وتوفير فرص عمل وشراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات ولصمود خلال جائحة كورونا، ما يتدعم خطط التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء 8 مطارات جديدة، 26 مركزا سياحيا، 22 مدينة صناعية، استصلاح 4 ملايين فدان، مشروع طرق عملاق أطوالها بلغت 4800 كيلومتر، إنشاء 3 محطات توليد كهرباء. يشمل المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كيلومتر طرق جديدة، منها 2600 كيلومتر في الصعيد، ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 30000 كيلومتر، منها 12600 كيلومتر في الصعيد، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كيلومتر من الطرق الرئيسية، منها 4000 كيلومتر في الصعيد، حيث تبلغ إجمالي التكلفة 195 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه لمشروعات الصعيد. القطاع الخاص شريكا أساسيا للدولة المصرية ولأي دولة تريد النهوض باقتصادها، وتؤمن الدولة المصرية بهذا الدور المهم جدا، ولذلك هناك خطة ورؤية لمزيد من التنمية والشراكة في القطاع الخاص. بيشرفنا في الاستوديو المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. هنتكلم عن الشراكة بين القطاع العام والخاص ودور القطاع الخاص في التنمية على أرض مصر. أهلا بك يا فندم معنا. أهلا بحضرتك.
حضرتك وبالسادة المشاهدين. كلمنا يا فندم في البداية عن وضع القطاع الخاص في مصر ودوره اللي بيلعبه الآن، هل هو يعني وضع بالتقييم نقدر نقول يعني يقيمه تقييما منضبطا وصحيحا، أم أنه أقل من التقييم المفروض لي؟ دعيني أتكلم بصراحة لصالح الصناعة ولصالح القطاع الخاص. القطاع الخاص يقدر يعمل أكتر من كده كتير جدا، والدولة مشجعة حاليا جامد جدا، وعملوا حوافز للتصنيع وللقطاع الخاص أنه يخش ويشتغل. ده شيء جميل. أنا بطالب بحاجتين، لأنه القطاع الخاص يقدر يعمل أكتر كتير جدا، ويقدر يقلل الفجوة ما بين اللي هو الديفيسيت، ما بين احتياجي للدولار واللي أنا أقدر أجيبه من الدولار، وإلى جانب حاجات أخرى. فأنا قادر أشتغل، عملنا صناعات كثيرة جدا، عندنا سوق كبير جدا، في حاجات كتير اتعملت تساعد الصناعة، طرق، كباري، كل الانفراستراكشر اللي اتعملت دي مهمة جدا عشان تشجع كمان مش بس أنا كقطاع خاص، لكن المستثمر الأجنبي لما يجي يلاقي كل الفاسيليتيز دي هي موجودة هيشتغل وهينتج وهيقدر يصدر، وده هدف أساسي، نكتفي لمصر بالحاجات اللي احنا عايزينها ونقدر نصدر كتير. وعلى فكرة في نجاحات كبيرة جدا جدا في هذا المجال، ولكن مع تعدادنا اللي بيزيد ومع حركة التنمية وست الرئيس نفسه يشوف 100 مليار تصدير، واحنا قادرين ان احنا نعملها بشوية، مش هقول قوانين، انا مش عايز قوانين، لكن عايز الناس كلها تحس ان القطاع الخاص ده مع الصناعة هيشجع البلد كلها، لان الصناعة دي قد يكون حد من طرف سيادتك، قد يكون ابني، قد يكون اخويا شغال فيها، فهسهله بس في الاجراءات. انا مش طالب اخد اي حاجة، لان الحكومة عندها من النقاط الكثيرة في الصرف زي التعليم والصحة وخلافه، تحط لي ريجوليشنز وانا اشتغل عليها والكل يساعد. يعني اول واحد يساعدني الموظف اللي موجود في الاجهزة المختلفة. اللي مفتوح انه يتعمل مصريين شطار، مدارس الفنية اشتغلت جامد جدا، طبعا احنا نأمل بأكتر من كده بكتير جدا، ولكن حاليا ابتدت تشتغل وتطلع شباب ماهر ويقدر يشتغل. انا عايز اغطي الفجوة بتاعة الاستيراد، وقادر ان انا اعملها في مجالات كثيرة جدا. منتجات حضرتك المصرية في العالم كله مشهود لها، وعلى فكرة الحاجة اللي بتطلع للتصدير مع الأسف احنا عايزينها كلها تبقى ليفل واحد، يقولك لا ده أصل ده للتصدير وده للسوق المحلي، ما ينفعش، لازم كله يبقى نفس المستوى. وعندك كمية طلبات على الشغل اللي ممكن نعمله، سواء صناعات معدنية، صناعات هندسية، غذائية، نسجية، كل حاجة. وعندنا باك جراوند قديم وكبير، وخدي بال حضرتك ان الصناعه في مصر من منتصف القرن 19، يعني احنا معديين ال 160 170 سنه في الصناعه، مش من فراغ، كنا بنعمل حاجات كتير جدا، لازم نكمل، ومش عايزين نتكلم في الماضي، المستقبل قدامنا كبير جدا ونقدر نعمل فيه حاجات كثيره جدا. والمستثمر بيجي هنا ليه؟ عندك تعداد، عندك انفراستراكشر، عندك مواني، عايز ايه اكتر من كده؟ فاضل حاجه واحده، ريجوليشن تنظيميه فقط. والتعقيدات والحاجات دي لازم تنتهي. على فكره كبار المسؤولين بيحاولوا يبقوا فيري بوزيتيف، انا عايز الكل يشارك، يعني تبقى عمليه انا وحضرتك وزملائنا كلنا نبقى عندنا هدف أساسي
اسمه التصنيع والقطاع الخاص. ليه؟ لأن القطاع الخاص هو اللي بيشيل أي بلد، هو اللي بيساعد فيه. أنا ما أقدرش كل يوم أطالب الحكومة تعمل لي مشروعات استراتيجية، مشروعات كبيرة. ومع هذا في المشروعات الاستراتيجية للقطاع الخاص لو هيعملها هخفض له قيمة الأرض إلى 50%. يبقى أكتر من كده أنا عايز إيه؟ على فكرة كن العملة يعني عالية شوية دي في صالح التصدير، لكن هي الفكرة بقى لما أنا أجي أشتغل في الحتة دي أنا ما أحسبش أنا بعتها بكام، أنا أحسب الخامات اللي أنا دخلتها كام والفرق هو اللي أنا جبته للبلد. مش أنا أقول مثلا بعت $100، لا، أنا في $100 دول اللي أنا بعت بيهم أنا جبت خامات من بره بقد إيه، عشان لما نوزن الوزنة دي هي هنبتدي نعرف احنا محتاجين نعمل ايه. لكن مجالات كلها تتعمل وتتفتح وكل الناس عندها خبرات، واللي ما عندناش فيه خبرات نجيب ناس لفترات معينة. وعندي طبعا الموضوع ده عملته كتير جدا لفترة معينة، ومصريين أخذوا وشالوا. بالعكس النهاردة بيشتغلوا خبراء في دول كثيرة جدا. حضرتك اتكلمت أو خصصت يعني الكلام عن القطاع الخاص في مجال الصناعة بصفة خاصة يعني، ولكن القطاع الخاص له مجالات طبعا مختلفة. السياحة مثلا، السياحة، والسياحة النهاردة أنا ليه بتكلم على كده؟ لأن أنا في ظروف عايز بكرة الصبح إيرادات بالعملة، فعندي حاجتين يقدروا يجيبوها لي فورا، الفكرة في السياحة والأثار والحاجات دي هي، والفكر التاني التصنيع. ولذلك يمكن أكون بركز أكتر على التصنيع لأنه نتائجه سريعة. طبعا مش كل الصناعات، في صناعات تاخد سايكل تايم كبير، لكن الصناعات اللي بادية واللي بتاد تشتغل واللي عايز أدخلها خلال سنة تقدر تبقى بكثافة كبيرة جدا، ونقدر نشتغل على أسواق كثيرة، وعندنا معارض هنشتغل عليها في أفريقيا فترة قادمة. السياحة مهمة جدا، الزراعة، ما شاء الله، المنتجات الغذائية أو الحاجات بالضبط. أنا ببيع حاجات زراعية، لكن لو بعت الفود بروسس اندستريز تكسب أكتر كتير جدا. زراعة ما شاء الله المشروعات اللي اتعملت سواء مستقبل مصر حاجة تفرح. لما حضرتك تتفرجي على الميكنة وعلى الشغل اللي كان بنحلم بيه من 3-4 سنين النهاردة واقع، توشكا شغالة. فده لما الناس بتتكاتف مع بعض وتطلع هذا الشغل. زراعة مهمة جدا، صناعة مهمة جدا، سياحة مهمة جدا. ننوع الريسورسز بتاعت العملة بتاعتنا. لو اتكلمنا على القطاع الخاص في مجال الصناعة بصفة خاصة، يعني أهم الصناعات اللي حضرتك شايف أنها يجب أن يتم النهوض بها أكثر من ذلك؟ يعني عندنا كانت مصر بتهتم جدا بصناعة الغزل والنسيج، وكانت الزجاج هي اللي بتقيم العملة المصرية، والغزل والنسيج يقوم على الزراعة أيضا يعني في النهاية. صناعة الأثاث اللي عندنا أسمدة، مدن مشهورة جدا الأسمدة، الدواء، والدواء عندنا يعني بيز كويسة جدا نقدر نكتر ونكبر، وده احتياج في كل حتة. عندنا فكرة أفريقيا والدخول إلى أفريقيا دي مهمة جدا، لأن احنا أولا التقارب أو القرب في المسافات وإلى آخره مع أفريقيا سوق مهم جدا وسوق واعد. أسمدة، أثاث، مفروشات اللي هو النسجيات بقى بكل الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الغذائي مهم جدا، الصناعات الدواء النسيج مهم جدا، والحديد والصلب بيكسب مكاسب روعة للبلد. طبعا الصلب مهم جدا، لأن البلد اللي ما فيهاش صلب تبقى هتتأخر في الصناعات الفئة الهندسية والمعدنية. صلب مهم جدا.
طبعا ألمونيوم عندنا مصنع ما شاء الله فاخر، وأنا يعني أعتز أن بداية حياتي كانت في هذا المكان. طبعا القطاع الخاص لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى أو الشركات اللي هيكلها الإداري كبير، ولكن القطاع الخاص يعني ينطبق أيضا على الشباب، المشروعات الصغيرة. حضرتك لمستي نقطة مهمة جدا. أنا كواحد بشتغل في الصناعة فترة كبيرة جدا، هقول لحضرتك أن الصناعات الصغيرة مهمة جدا ليها لسببين. أولا بتشغل مجموعة الشباب الصغير، ثانيا أرقام صغيرة جنب بعض لما بتتحط بتكبر. ميزتها إيه؟ التشغيل بتاعها والعائد بتاعها very fast، ممكن خلال 6 أشهر، غير صناعة استراتيجية سايكل تايم بتاعها يبقى 3-4 سنين. مهمة جدا. صناعات مغذية، يعني لو كلمنا مثلا صناعة سيارات، أنا محتاج 40-50 مورد للأجزاء اللي أنا هشتغل فيها، سواء صناعة السيارات التقليدية اللي هي المواتير الانجن العادي، او الكهربائيه اللي هي دلوقتي بقت يعني منتشره جامد جدا، و يعني لها مستقبل كبير. عندنا كل ده نقدر نعمله. عندنا صناعات مهمه، ونقدر نقول صناعات ثقيله مثلا زي السيارات، الطيارات، الاجهزه، القطارات، الاسلحه دي بقى ما شاء يعني الله على مصر فيها، يعني very advanced. انا كان ليا الشرف ان انا اشتغلت كتير في الحته دي، very strong industry. نطمن يعني منتهى القوه. تمام. وليه ما يبقاش كل القطاعات زيها؟ ليه؟ في حاجة اسمها فوكس. أنا ركزت في الحتة دي وطلعت إنتاج فيها. هتوقف مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوار. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، ولا زال بيشرفنا في الاستوديو المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ولا زال حوارنا عن دور القطاع الخاص في التنمية على أرض مصر. أهلا بك يا فندم معنا مرة تانية. أهلا بحضرتك. اتكلمنا عن أهمية القطاع الخاص والمجالات والقطاعات المختلفة اللي بيعمل فيها القطاع الخاص في مصر. كلمنا يا فندم عن المناخ العام للقطاع الخاص، ايه التحديات اللي بيواجهها، ايه الازمات اللي من المفترض ان الدوله بتعمل عليها حتى تذلل هذه العقبات للقطاع الخاص؟ ده سؤال مهم. هي التعديلات الكثيره. طبعا هو كل وقت زي ما بنقول في المثل بتاعنا له آداب، لكن انا النهارده لما ابقى عارف ان انا هشتغل واقدر اعمل بلان لمدة سنة أو 2 أو 3، مش عايز تغييرات كثيرة. عايز أبقى عارف أن أنا هبتدي من هذه النقطة أصل إلى هذه النقطة. ثبات واستقرار في الخطة، هي دي ناحية أساسية عشان أقدر أنا أشتغل عليها. وأنا زي ما قلت لحضرتك في الأول، أنا كبلد أشتغل ريجوليتر، أنا هحط قواعد لكل شيء تشتغلي عليها حضرتك. لو في ناس بتخرج بره الاطار دي نسبتها قد ايه؟ لكن انا عايز اشتغل على الغالبيه العظمى على نظم واضحه كلير، ما فيش فيها فرص للتغيير. هيشتغل عندي صناعات تانية احنا كنا شطار فيها جدا عايزين نرجعها، بناء السفن، الترسانات البحرية بشكل عام، لأنها برضو صناعة سواء للتصديرية أو داخلية مهمة جدا جدا. دي صناعات استراتيجية محتاجها الدولة، ولابد أن الدولة تضع يدها عليها يعني وتنميها أيضا. أنا أخذ التشجيع وأنا هكمل، لأن هقول لحضرتك حاجة، كمية الصناعات اللي كانت موجودة وموجودة حاليا عملوها القطاع الخاص، وابتدى بحاجة صغيرة. أنت عند حضرتك مثلا، أنا مش بعمل إعلان، لكن عندك منتج زي السجاد نمبر 1 في العالم. كملي وخدي غيره واعمليه وكملي أكتر. إحنا at the point of time كان الرملة اللي هي بتعمل الزجاج كان عندها براند مصري، براند الأسمدة، وبراند الغزل والنسيج، ببحر كبير في الشغل
رجع المكانة دي رجعت تاني ولا لسه شوية؟ On the way لسه مش 100%، لسه في مشروعات. يظل ان في تنافس دولي يعني في المنتجات وجودتها ما ايضا. ما فيش كلام، بس احنا طلعنا بره المنافسة فترة. صحيح. يعني احنا كده ما عرفش حصل لنا سلو داون في حاجات معينة، لكن في حاجات تانية على فكرة طلعنا فيها واشتغلنا فيها كويس جدا، زي الصناعات الكهربائية، زي الأدوية، صناعات غذائية، بس مطلوب أكتر وأحسن ومجالات أكتر. الشراكة بين القطاع الخاص والدولة حضرتك شايفها إزاي؟ الدولة معترفة بيها، وإحنا عندنا اتناقشنا فيها في كذا اجتماع. أنا عايز أديك الثقة اللي تخليك تخشي تشتغلي فيها، ما مش عايز أقول لحضرتك أنا كسياسة الدولة عايزك تيجي تشتغلي فيها وبعد كده في عراقيل تتحط فيها، لكن الناس عندها هذا الاستعداد، عندها هذا الاستعداد. وهي فكرة صح إن الدولة ما تقدرش تعمل كل حاجة، الدولة بتعمل حاجات زي ما سيادتك تفضلتي، استراتيجية نمبر 1، خدمية نمبر 2، خصوصا تعداد. أنا عايز كمان أستفيد بالطاقة الشبابية اللي موجودة عندنا، لأن دي ميزة كبيرة جدا، وأعمل حسابي في التعليم الفني أنه يبقى شيء هام جدا مش شيء سنوي. يعني احنا مع الاسف في الباك جراوند بتاعنا ليه تعليم فني، تعليم فني مهم جدا، والتعليم الفني ده والابتكارات اللي بيعملوها شباب فنيين، عندي الكلام ده في عندي هذه التجربه على مدار سنين وسنين، بيطلعوا حاجات وبيعملوا حاجات فاخره بعقليات وبالامكانيات، عشان هو ده اللي انا اشجعه. لكن انا اتخرج كدولة، وجهة نظري أنا كدولة مش شغلتي بقى أقعد أعمل صناعة نسجية وصناعة للدواء وصناعة للبيع. كان في فترة من الفترات بنقول هذا الكلام ليه؟ عشان أضبط أسعار. لكن أنا لما يبقى عندي 10 مصنعين، العشر مصنعين هيتنافسوا هيكسبوا، ولازم يكسبوا إلا هي المنظومة الاقتصادية ما تشتغلش. لكن الفكرة بقى أن أنا كنت بخش عشان أضبط أسعار السوق، ده موضوع المنافسة هتحدده. أنا بشرحك جدا مهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، شرفتني يا فندم. أشكر حضرتك فندم، ميرسي جدا. وغدا حلقة جديدة على أرض مصر.